برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. النهارده موضوع حلقتنا مهم جدا، لان هو بيمس قوت الشعب، قوت فئه اصيله من نسيج المجتمع المصري، وهي صاحبه اقدم مهنه في تاريخ مصر، انه الفلاح المصري الاصيل. واحنا النهارده هنناقش مشاكل اكتر من 23 مليون شخص، هم اعداد الفلاحين في مصر، اللي 1,200,000 واحد منهم مديون للبنوك، وبالرغم ان معظمها مبالغ بسيطة ما بين 5,000 و15,000 جنيه، الا ان في 66,000 فلاح عليهم احكام بالسجن ومطاردين من تنفيذ الاحكام. والفلاح مش بيعاني بس من الديون، لا، ده في مشاكل تانية كتير بيعاني منها، زي عدم وجود تأمين صحي ليه، ولا تأمينات ولا علاوات، بخلاف طبعا غلاء مواد الزراعة ومشاكل ري المحاصيل وغيره مشاكل. ده كله هنناقشه النهارده من خلال استضافتنا لعدد من يعني اصدقائنا الاعزاء، احبائنا الفلاحين اللي هيشرفونا النهارده عشان ينقلوا مشاكلهم، وعشان نحاول في النهايه ان احنا ننقذ هذه المهنه العريقه الشريفه. خلوني قبل ما ابدا ارحب بضيوفي، هنشوف تقرير عن اوضاع الفلاح المصري ونرجع عشان خاطر نبدا حوارنا مع ضيوفنا اللي مشرفنا النهارده. في 9 سبتمبر من كل عام يحتفل المصريون بعيد الفلاح، الذي بدأ الاحتفال به بعد صدور أول قانون للإصلاح الزراعي في مصر على يد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 9 سبتمبر عام 1952. القانون حدد سقف الملكية الزراعية، مما أعاد الحقوق الضائعة إلى الفلاح المصري الذي عاش أجيرا يعاني السخرة في ظل ولاة المستبدين. لكن بعد مرور 62 سنة على هذا العيد، لا يزال الفلاح المصري تطارده الأزمات والهموم والديون. تشير الإحصائيات إلى وجود 300,000 فلاح متعثر في سداد قروض صغيرة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، منهم 66,000 مزارع مهددين بالسجن، رغم أن مديونياتهم لا تتجاوز 10,000 جنيه. كما يعاني الفلاح المصري من الارتفاع الجنوني في أسعار التقاوي والمبيدات الزراعية والأسمدة، وفي نفس الوقت يعاني من ثبات أسعار المحاصيل وعدم ملائمتها للتكلفة. ومن أبرز المشاكل التي تواجه الفلاح المصري نقص العمالة وارتفاع أجور العمالة، فضلا عن الأزمات المزمنة مثل غياب نظام للرعاية الصحية والمعاشات وعدم توفر الاهتمام الكافي. ومع ذلك تسعى الدولة خلال الفترة المقبلة للتوسع في الزراعة واستصلاح ملايين الأفدنة، في حين أن الفلاح ينتظر إجراءات حكومية تعيد إليه الأمل في مستقبل أكثر خضرة ونضارة. أهلا بحضراتكم، وزي ما شفتم في التقرير مشاكل الفلاحين مشاكل كثيرة جدا، لكن هنسمعها أكتر على أرض الواقع من خلال ضيوف اللي مشرفني. مشرفني الحاج حسين محمد عبد النبي، أهلا وسهلا الحاج حسين. أهلا بيك. الحاج حسن علي إبراهيم السيسي، أهلا الحاج حسن. أهلا بيك. الأستاذة وردة أحمد علي أمينة المرأة في نقابة الفلاحين، أهلا أستاذة وردة. الحاج علي عبد الحليم سعد، أهلا وسهلا بحضرتك يا حاج. نبدأ بالحاج حسين. الحاج حسين، عايز أعرف أولا بشكل عام المشاكل اللي بتواجه حضرتك كفلاح، وبعدين نبدأ نتكلم على مشاكلك مع بنك التسليف الزراعي أو التنمية والائتمان الزراعي. المشاكل الزراعية كفلاح، مستلزمات إنتاج عالية، مفيش مية كافية للزراعة، انقطاع متكرر للتيار الكهربي. ستك أساسا خريج إيه؟ بكالوريوس زراعة. مهندس زراعي. دفعة كام؟ 83. عظيم جدا جدا.
اشتغلت زراعه ابا عن جد ولا واخدها يعني بدات انت اول واحد في العيله؟ مؤهلي. اشتغلت فين الاول؟ اشتغلت في الاراضي الصحراويه اول ما استلمنا الارض. انا عارف انك انت من الفلاحين اللي عملت انجاز كبير وعملت انتاجيه عاليه جدا في مجال الزراعه، وانا عارف ان التلفزيون الفرنسي جه وسجل معاك، مظبوط؟ حصل. احكي لي كان ايه وضع الفلاح زمان واللي خلاك تاخد هذه المكانه المحترمه جدا ويجي الغرب يسجل معاك، والنهارده اوضاعنا ايه؟ الفلاح زمان كان فلاح تقليدي. فانا حبيت اطور من الزراعه. طورنا بالري بالتنقيط والرش. ووصلت انتاجيه الفدان 70 طن سنه ما سجلوا معايا طماطم. وبعدين؟ جم قالوا انت عملت ايه؟ لقوا ان انا في الخدمه، خدمه غير الخدمه اللي هم كانوا قايلينها. ازاي؟ في المقننات الزراعيه اللي انا كنت بحطها. فغيروا البرنامج بتاعهم. وبعدين؟ بس. طيب ده 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 الوضع زمان. دلوقتي ايه المشاكل بقى؟ ايه المناغصات اللي عندك يعني؟ مناغصات الديون البنكيه. انت عليك ديون للبنك؟ عليك كام؟ اصل الدين 15 وصل 28,500. ليه بقى؟ انت خدت القرض ليه اساسا؟ لا، عشان اجيب بيه مستلزمات انتاج. زي ايه؟ شبكه تنقيط. شبكه تنقيط، اخدم الارض، استزرع الارض، استصلحها، لان المنطقه الصحراويه لها طبيعه خاصه. والمفروض المسؤولين يبصوا لنا برضه على ان هي لها طبيعه خاصه، مش زي الارض العاديه الثانيه السمراء. يعني انت خدت 15,000 جنيه عشان تعمل شبكه تنقيط، عشان تجيب مستلزمات اسمده ومبيدات وحاجات زي كده، مظبوط؟ طيب وبعدين ايه اللي حصل؟ الثلاث سنوات اللي هم بعد الثوره مفيش اسعار، بتنتج المنتج ومفيش سعر. تكلفه عاليه. تكلفه عاليه. منتج مفيش. يعني ايه تكلفه عاليه والانتاج مفيش؟ اشرح لنا اكتر، يمكن الناس العاديه ما تفهمش قوي الكلام. من الانتاج. التكلفه من الانتاج عاليه، لان انا بشتري ادوات الانتاج الزراعيه غاليه. تمام. خدت بال حضرتك؟ واجي العائد اللي بيطلع من الارض ما يغطيش التكلفه. يعني حضرتك مثلا بتزرع ايه؟ بزرع كل اللي يخطر على بالك. تمام. هل الانتاجيه بتاعت الارض بعد بيعها ما بتغطيش معاك؟ ما بتغطيش. فيها خساره كام في المية تقريبا؟ بالنسبة يعني خسارة كام؟ صرفت كام وجالك كام؟ يعني خسارة 40%. 40%. خدت انت القرض ابو 15,000 جنيه وبعدين مش قادر طبعا تسدد. دفعت بيه في الارض وما ادينيش العائد اللي انا كنت راسمه في دماغي يعني. طب هل البنك راعى ده؟ لا، انا ما بيراعوش دي، لان جدولت. وبعدين قدرت تدفع؟ دخلت ما قدرتش، بقى لي 4 سنين دلوقتي بقلبه وخلاص. وبعدين؟ فربنا ييسر الحال بقى ويكون لنا حل في المشكله دي. انت كده مهدد بالسجن بقى. هل عملوا عليك قضيه؟ لا لسه. هل قالوا هيعملوا قضيه؟ ما اعرفش بقى ايه. احنا هيكون معانا السيد رئيس البنك. يمكن في الجزء الثاني ان شاء الله نحاول نوصل مع الحل ان شاء الله باذن الله. طيب نروح للحاج علي. ايوه حاج علي، مشكلتك ايه بقى؟ المشكله برضو بالنسبه للفلاحين استاذ عمرو، نقص في الاسمده والبذور كلها دي، ونيجي نزرع ما نلاقيش انتاج. السماد عشان نجيب شكارة النطرات ب 175 جنيه من بره. ونيجي عشان نزرع الذره او الغله او البطاطس، الارداب بالذره دلوقتي عشان نيجي نبيعه ب 185 جنيه. بيكلفنا على اقل حاجه 140 جنيه حرث. دواز بالنسبه للجاز والزيت، طبعا الجاز غلي، فكل الناس زودوا ايه الاسعار بتاع الباجور والحرت عشان يجي يعمل لك الايراد، يعملوا لك ب 15 جنيه. ساعه الدريس بقت ب 80 جنيه، صفيحه الجاز كنا بنجيبها بقى بكذا ب 40 جنيه. فدلوقتي التكلفه زادت على الفلاح، فالفلاح مش لاقي عشان اجي ابيع واجي اشوف انتاج اخر السنه، ما لاقيش حاجه، ما لاقيش. حتى لو انا فلاح غلبان ومأجر الارض، بأجر الايراد بكام؟ الايراد بأجره ب 500 جنيه في السنه. الايراد يصرف عليا في السنه اكتر من 700-800 جنيه. ري ورش وعزيق كل ده تسميد وتسميد. فتيجي الفلاح يجي يبيع الارداب بالدره يبيعه ب 185 جنيه. طب قول لي بقى لما ابيع الارداب بالدره ب 185 جنيه وانا وايجار 500 جنيه في السنه وسماد وكماوي وحرت كل ده يا استاذ عمرو، ومفيش
تيجي تلاقي ما تلاقيش حاجة. فالفلاح تعبان، الفلاح تعبان، ما أكلمك بصراحة. ما حدش حاسس بالفلاح. هل انت خدت قروض من البنك الائتمان الزراعي؟ لا، اخويا اللي خد كارت، وانا جاي عشان اخويا. ايه مشكله اخويا؟ مشكله اخويا استاذ عمرو، سنه 1995 راح البنك عشان يبدا ايه يعمل حاجه لنفسه، فجاب ايه التسمين. اخوك برضو فلاح؟ جاب تسمين عجول. جاب التسمين العجول، فادوله كارد 30 ايه 1000 جنيه. تمام. دفع، كان الاول هناك في البنك يا استاذ عمرو عشان تروح ما فيش كمبيوتر ولا حاجه، بيدوي يكتب لك يدوي ويمضيك على شيكات وعلى بيع الارض كمان، بعقد بيع الارض يمضيك عليها، بيمضيك عليها ولازم ضامن، ولازم الضامن. فعمل كده فمضوه على 30000 جنيه، فقال له خد 20000 جنيه للمشروع اهو، وايه وفاضل 10000 جنيه بعد 20 يوم تعالى خدهم عشان ايه تسمم بهم ايه تعمل الاكل والحاجات. تمام. بعد 20 يوم راح سنه 95 عشان يستلم، يدوا له 10000 جنيه، قال له انت ماضي على 30000 جنيه، انت ماضي على 30000 جنيه، وضاعوا ايه ال 10000 عليه. من ساعتها والديون بدات تتراكم عليه، سدد وعمل وكل شيء وصلاته اهي كلها. ال 30000 وصلوا كام؟ 100000. 100000. ال 30000 بقوا 100000 جنيه. 100000 جنيه لغايه 2000 اهوت و14 لغايه الاخر اهوت. من 95 بقى. ما هو وسدد واحكام. خد احكام كام حكم بقى؟ خد احكام. وخد احكام وبقى يهرب في الدره. بقى يهرب في الدره. بقى يهرب في الدره. عشان الاحكام. ونروح نطلع نسوي اخر مزيق، عملنا ايه؟ جاب مراته عمل لها حيازه وراح جاب لها كارد ب 20000 جنيه. تمام؟ عملنا ال 20000 جنيه برضو عشان يسدد، جال عليها برضو حكم، ورحنا عملناه من المحامي العام ودفعنا الفلوس. فوجئنا بعد ما سددنا الوصل ابو 29000 جنيه، الوصولات دي كلها يا استاذ عمرو. 29000 جنيه عندك اهو. ملكة المال الائتمان الزراعي. لانه بعت لنا قضيه اهي كمان 2/10 بالمبلغ. طب اهي. ازمه كبيره جدا. ازمه كبيره يا استاذ عمرو. مش ازمه، مشكله كبيره جدا. ازمه، والفلاح هيعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ مش لاقي، هيجوز عياله ازاي وكلنا من عندك اولاد قد ايه يا حاج؟ عندك اولاد قد ايه؟ انا عندي خمسه. خمس عيال. دخلك النهارده كام تقريبا عشان الناس تعرف برضو الفلاح دخله كام؟ دخله ايه يا استاذ عمرو؟ مفيش دخل، ما تلاحسش بالدخل. مش لاقي اصل مش مفيش انتاج عشان تحس بالدخل. ايوه يعني انت عندك خمس اولاد ربنا يخليك. عشان تعلمهم وكده وتجوزهم. ايوه بس انا يعني عامل مشروع تاني مع جنب البتاع ديت، مطحن كده طحين في القريه يعني عندي. ده اللي مشغلني. هو ده اللي مشغلني. اما الزراعه مش هتجيب حاجه يا استاذ عمرو. طيب خلينا نروح للحاج حسن علي ابراهيم. و عايز اعرف اولا حكايه حضرتك ايه ومشكلتك ايه مع مواعيد السداد بتاعت البنك؟ مشكلتي ان انا جيت في من 4 سنين. حضرتك من البحيره مظبوط؟ من المعركه، قريه المعركه تبع مركز بدر. عندك ارض؟ عندك فدان؟ عندي فدان و 18 قراط. تمام. كل اللي عندي فدان و 18 قراط والبطاقه الزراعيه. فخدت قرض من البنك 8200 عشان اجيب خط ري للارض. لان الارض بتلوى بشبير، فطبعا عشان اجيب خط ري بيكلفني مش اقل من 5-6000 جنيه. تمام. فخدت 8200 جنيه بقالي دلوقتي 4 سنين مانيش قادر ادفعهم. فكل سنة أروح أدفع 850 جنيه فوائد، السنة دي دفع 1000 جنيه فوائد ومانيش عارف أدفع. أنا عندي عيال كتير. أنت لما خدت القرض مضيت على برضه عقد الحيازة الأرض؟ طيب كل حاجة بيمضون على كل طب إيه المنطق في كده يعني؟ أنت يعني هم بيمضون على كل حاجة والواحد بيبقى محتاج. يعني ثمن الأرض أكتر بكتير من ثمن القرض. طبعا الواحد بيبقى محتاج فبيمضي على أي حاجة. فأنا مانيش عارف أدفعهم على بعض. ظروفك الاجتماعية إزاي؟ ظروفي الاجتماعية أنا عندي
يعني اولادي قد ايه؟ انا اولادي 11 راجل ما شاء الله. ما شاء الله. وثمان بنات. حضرتك عندك 19؟ ايوه ما شاء الله. وجايب لسيادتك اللي قد العائله اهو، ربنا يديك صح. فعندي اربعه خدموا الجيش وانا راجل فلاح. اربعه خدموا من الجيش، اربعه دبلومات، مفيش واحد خد سنتي ارض، يعني كلهم متعلمين كمان ما شاء الله. مهندس زراعه ما تعينش في اي حاجه. البنات كل سنه البنت بتاخد لها 50,000 جنيه عشان اجوزها. طب اسدد منين؟ اسدد منين؟ الكهرباء اللي بتيجي للارض عشان نرمي كانت بندفع 420 جنيه في السنه للثلاث فدادين. النهارده مطلوب منا 2520 جنيه. ايه اللي زودها قوي كده؟ كهرباء. ايه اللي زودها قوي كده؟ قال لك الفدان 70 جنيه في الشهر. 70 جنيه في الشهر، طب ندفع منين؟ نجيب منين؟ نودي ما خلاص ما عدنا. يأسنا يأسنا. طلباتك عايز تقول ايه؟ طلباتي ان انا مش عايز اكل فلوس البنك. يجدولوها لي على 4 سنين على 5 سنين بدون فوائد. انا ما عنديش، مش قادر ادفع حاجه غير كده. تمام. طيب نروح بقى للحاجه ورده. حاجه ورده، حضرتك امين المراه في نقابه الفلاحين، عايز اسمع من حضرتك اولا مشاكل الفلاحات ايه، خصوصا المتعثرات منهم بالنسبة يعني بشكل عام الفلاحات. لا بشكل عام مشاكل الفلاحة المصرية النهاردة ايه، وبعدين نتكلم على مشاكلهم مع البنوك. مشاكل الفلاحة اولا الارامل بيتعثرهم في انهم يوصلهم اللي يديهم المعاش، وان جه المعاش ما بيكفيش انهم يصرفوا على اولادهم. ده اولا. المطلقات معاشهم كام؟ 70 جنيه 80 جنيه، هيعمل ايه؟ واللي مطلقة بعد 5 سنين 6 سنين مفيش مكان ولا متوى ولا مأوى انها تقعد فيه. طب هتجيب منين سكن؟ هتجيب منين اكل؟ هتجيب منين مصروف حياه؟ ولو معاها اولاد هتجيب لهم منين؟ قلنا الارامل المطلقات، في الستات اللي هم عليهم ديون زي موضوع البنك، موضوع الحلقه النهارده، هيجيبوا منين؟ هيسدوا ازاي؟ في ناس اساسا ما بيبقوش هم اللي واخدين الدين، بيبقى مثلا ازواجهم او اخواتهم او ابائهم، بس هم ماضيين ضامن. ضامن. فالضامن بيمضي على، او بيبصم بالنسبه للفلاحات، بيمضي على 4 ايصالات امانه و4 شيكات. 4 ايصالات امانه واربع شيكات. يخلص الايصال يشتكي باللي بعديه، يخلص الايصال يشتكي باللي بعديه، يبقى بقت كذا قضيه مركبه على بعض. طب هم هيدفعوا منين؟ هيجيبوا منين؟ الراجل ممكن ياخد بطانيته على راي الحاج محمد ويهرب يروح في الدره، او زي الحاج ما بيقول يروح يبيت في الدره او يبيت في الاراضي. طب الست هتروح فين؟ كنا بنوديها والله الصبح. في كم حاله زي كده عند حضرتك؟ كتير. كام يعني في عصر؟ كتير. اصل انا بنتكلم عن محافظه. فالحالات كتير. يعني بالنسبه لبنك معين نسبه الستات المديونات لبنك معين بنسبه 87 ل 23، 87 الست ل 23%. Yeah. يعني الستات بنسبة. طب ايه اللي بيزيد تاني عن مشاكل الفلاحات السيدات عن الرجال؟ يعني ايه تاني مشاكل برضو يعني بتؤرقهم، عامله لهم مشاكل وحاسين ان هي بتعوقهم حتى في اداء اعمالهم، او بتخليهم حتى يحجموا عن العمل كفلاحات؟ ما فيش غير ان ضيق المعيشه. طيب مفيش. موضوع مفيش بالنسبه للدخل. الدخل مش مكفي. الدخل مش مكفي سواء هي زوجه او ام. الدخل مش مكفي. هي الام هي ميزان البيت بالنسبه للمصروف. هي وزيره الماليه بتاعت البيت. صحيح. صح. طب ايه المطلوب عشان نحل ازمتهم في التعثر بتاعهم مع بنك تامين الزراعه؟ اول بالنسبه للتعثر في جدوله الديون. جدوله الديون وخف الفوائد، مش بنقول شيلها، وايه وخف الفوائد على اصل الدين. تخفيض الفوائد. يعني الفايده دي بتبقى مركبه اظن. فايده مركبه. تخف، مش بنقول نشيلها خالص. تخف ازاي يعني؟ يعني بدل ما هي 100% تبقى، يعني بدل ما هي 12% تبقى 6%. اقول له يعني تخف. تخف. تخف ايا كان الخف ايه. طيب عموما انا يعني انا
سمعت كلام حضراتكم. بشكركم جدا. احنا بعد الفاصل هيكون معانا السيد رئيس بنك الائتمان والتنميه الزراعي. احنا هنطرح عليه المشاكل بتاعت حضراتكم واتمنى ان شاء الله ان احنا تسمح لي بكلمه. اتفضل. طبعا يا حاج اتفضل. انا كل اللي اقوله تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ومشكرين جدا. نورتونا. بعد الفاصل هيكون معانا مجموعه اخرى من الفلاحين وايضا هيكون معانا السيد نقيب الفلاحين والسيد رئيس مجلس اداره بنك الائتمان والتنميه الزراعي بعد الفاصل. يلا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. ما زلنا في بوضوح بنحاول نناقش ازمه الفلاح المصري ومشاكله، يعني محاولين الوصول الى حلول جذريه لتلك المشكلات. وبيشرفني في هذه الفقره الاستاذ عطيه سالم رئيس مجلس اداره بنك التنميه والائتمان الزراعي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. شرف لي. شرفتنا يا فندم. الاستاذ او الحاج محمد صبحي الدبش نقيب الفلاحين المصريين. اهلا بك يا ست نقيب. ومعانا ايضا من اصدقائنا الاعزاء الفلاحين الشرفاء الحاج احمد محمد سيد. اهلا بحضرتك يا حاج احمد. والحاج عبد النبي محمد عبد القادر. اهلا بحضرتك. وبرضو احنا ما زلنا بنطرح المشكله. حاج عبد النبي، عايز اعرف من حضرتك يعني مشكلتك ايه وفعلا عليك 49 حكم؟ انا كان عليا انا وزوجتي 49 حكم. لان طبعا لما قرروا يعملوا قانون العلاقه بين المالك والمستاجر سنه 96 97، فطبعا عشان البنك يسوي نفسه في الوقت ذاته في وقت 96 97، فقال لي تعالى بقى هنسوي المديونيه اللي على الارض بتاعتكم اللي هي كانت باسم جدي هنعملها باسم زوجتك سلفه مرقر فيها وانت تضمنها وهتدفع شهري 200 جنيه او 300 جنيه في الحدود دي يعني. فطبعا ما بقاش فيه ارض فبقيت اضطر ادفع شهر وشهر لا. تانت لما فوجئت الشهر اللي ما ادفعوش يتعمل لي يطلع لي شيك ولمراتي شيك للست الزوجه يعني. هي يطلع لها شيك بقضيه وانا شيك بقضيه وصلنا لحد 49 قضيه او 50 قضيه ومن ضمنهم خدت شهرين حبس. وكنت بسد. اصل القرض كام يا حاج عبد النبي؟ كان اصل القرض 1500. 1500؟ 1500 ووصل ل 50,000 جنيه؟ هقول لحضرتك وصل ل 50. طب قول لي انت يعني ايه اللي وصله للمرحله دي؟ هقول لك اللي وصله. انا لما حسبتها وصل ل 50,000 جنيه لحضرتك. وكان وقتها هذا في الوقت ده المخالصه عشان تعمل مصالحه ب 300 جنيه. المصالحه بس عشان تجيب شهاده من الجدول بتاع القواضي من بتاع النيابه تجيب الشهادة فيها رقم القضية تروح على البنك عشان يديك شهادة مصالحة. تمن شهادة المصالحة لوحدها 300 جنيه. شوف لما 49 قضية في 300 جنيه يعملوا كام سعادتك؟ 15,000 جنيه. 15,000 جنيه. والشهر اللي ما تدفعوش يطلع فوائد تانية يعني أنا بقول لحضرتك وصلت ل 50,000 جنيه في الحالة دي. لدرجة إن أنا بعت. أنت عندك أولاد قد إيه؟ أنا عندي ولدين. عند احمد الكبير خلص دبلوم وعشان الدوله ما كانش فيها شغل وديته ورشه اتعلم وفتحت له ورشه ميكانيكا. تقول لي ما اشتغلش معاك يعني يساعد ابوه على الاقل؟ ما عادش ارض يا بيه. خد الارض راحت. الارض راحت. قانون العلاقه بين الملك والمستاجر القانون الظالم اللي هو هيعدل العلاقه بين الملك والمستاجر. لا هو كان طالع عشان ياخد الارض من الفلاح يديها للمالك. فدي من مساوئ القرارات اللي طلعت يعني. طيب روح الحاج احمد محمد سيد عيسى، عايز اعرف برضو مشكلتك يا عم احمد. سيادتك كنت جايب 6,000 من اول بنك التنميه. حضرتك منين؟ من قريه ايه؟ من قريه الزيتون. بني سويف؟ زيتون ناصر بني سويف. فكنت جايب 6,000 فما قدرتش اسدها يعني سنه في سنه تدور. يبقى طبعا جاء الرئيس مرسي قال هنشيل لحد قيمه 10,000. هي كانت وصلت في الوقت ده وفوزها 9,500. يبقى طبعا كل ما اروح للبنك يقول لي ايه ما فيش قرار جانا. وصلت هنا الرئاسه كم مره لحد ما قابلونا مصر اليوم برضه سيادتك وقابلوني ايه وجونا الصحفيين مصر اليوم برضه سيادتك اهو وكتبوا برضه سيادتك اهو ونشروا الخبر برضه. فطبعا ايه ما فيش برضه. يبقى اول مره عمل لي قضيه بوصل ب 10,000 ما معيش فلوس سده. عمل وصل تاني ب 10,000 تاني
ما برضه ما قدرتش اسدها. يبقى بادئ ايه يقول لي طب تعالى بس شوف لي ايه مبلغ وهنعمل تصالح معاكم مش عارف ايه، طب معيش فلوس. يبقى طبعا ايه فضلت بكل طريقه لما والاحكام برضه هي ستك ايه دي بالنسبه في جلسه لسه يوم 8 الشهر اللي احنا فيه ده، في جلسه كانت يوم 4 في الشهر. بعد ما دفعت لهم 2800 وجوا عملوا تصالح اعطوني الورق ده بقى عشان ايه يسقط القضيه في في المحكمه. طب المبلغ ما فضل زي ما هو يعني 2800 ده يعتبر فوات ورد المبلغ نفسه قيمه زي ما كان. وكيماوي مشاكل الكيماوي ايه مشاكل الكيماوي؟ مشاكل الكيماوي ما فيش كيماوي يعني. رحت يجيب النص ب 150 جنيه الفدان ياخد النهارده بتاع 3 اكياس يعني 6 نصاص. الدور النهارده ما بتجيبش الدور النهارده ثمنها 180 جنيه الا رداب. فدان بيجيب 15 رداب. 15 رداب لما تحسب له انت تقاوي 620 جنيه وحرت في المثل 250 يبقى كده 1000 جنيه اهي. وتخش تاني بقى على كيماوي ياخد له 1000 جنيه كمان كيماوي يبقى 2000 جنيه. طب وتخش على ايجار تاني 2000 جنيه يبقى 4000. يجيب له 15 دب 15 في 200 مش هقول هو 190 في 200 يبقى 3000 يبقى مخسر 1000 جنيه. يعني في خساره برضه البطاطس برضه. وكل ده بسبب ايه؟ رجال الاعمال هم يعني محتكرين الفلاح وكل حاجه. ازاي محتكرينه ازاي؟ المصانع بتاعتهم الكيماوي بتاعهم كل حاجه بتاعتهم كل حاجه بتاعتهم يعني. الحاجات دي لو ماسكاها الحكومه فالحكومه ايه يعني كانت هتبقى ايه تدي الانتاج من عندها ما فيش لعب. انما يعني رجال الاعمال هم يعتبر الحارقين الفلاح خالص. ما فيش التسويق مشكله في التسويق اساسا يعني. التسويق كله ما هو المكسب كله رجال الاعمال اللي عامل مصنع بطاطس اللي عامل مش عارف ايه كيماوي يعني كل ده حرق. يعني زمان من 15 20 سنه كان الكيماوي ده بيجي عن طريق البنك التنميه كان كل واحد بياخد حقه حقيقي يعني. دلوقتي بقى الكيماوي بيجي على الزراعه مطعم يتخبط هنا يتخبط هنا ما بيوصلش. مشاكل كتير يعني الفلاح والاميه والسريه دي كل دي مشاكل جامده. طيب خلينا نروح لسياده النقيب نقيب الفلاحين الحاج محمد صبحي الدبه عشان عايز اعرف من حضرتك سياده النقيب ايه مشاكل الفلاح المصري النهارده قبل ما نروح بقى لمشكله مشاكل الفلاح المصري. اولا الفلاح هو المكون الاساسي لشعب وجيش وشرطه مصر. والدلاله على ذلك لما حصل استفتاء على الدستور احنا كنا خارجين كالسيل لا همنا ولا طلبنا امن ولا همنا اخوانها تعطلنا ولا هتعمل معنا الكلام ده لان احنا في الفلاحين ما عندناش حاجه اسمها اخوان اللي بيظهر هنقطع رقبته بالفاس. جينا في انتخابات الرئاسه طلعنا برضو زي السيول يعني اللي نجح سياده الرئيس السيسي الفلاحين والنساء في المدن الفلاحين والنساء في المدن انما هم عاملين لهم فزاعه اسمها الاحزان السياسيه وليست الاحزاب السياسيه فزاعه بس لاننا مسميهم حزب احزاب الثلاث شينات. الشين الاولانيه حزب الشقه قاعد في الشقه والسكرتيره والموظفين ويسبلوا عينهم لبعضهم. حزب الشنطه الشين الثانيه حزب الشنطه الختم والورق في الشنطه. الشين الثالثه حزب الدعايه الادعايه بتاعته الشيل الاعلامي الرئيس راح الرئيس جه. انما احنا ما عندناش طبعا مع احترامنا للاحزاب المصريه كلها طبعا ده راي سيادتك انا ده رايي انا بكلمك ده رايي. والدلاله على ذلك لما جينا داخلين على المجالس النيابيه اهوت والقانون 45 انا بس عايزك تخليك مع الفلاحين سيب الاحزاب في حاله الاحزاب والمجالس النيابيه في حاله اخرى خليك معايا. مشاكل الفلاحين ايه انت مشاكل الفلاح دلوقتي اولا من مساوئ القانون 96 لسنه 92 اللي طبق سنه 97 اللي هو كان ظاهره حلو وبطنه امر من العلقم تنظيم العلاقه بين المالك والمستاجر انما هو في حقيقه الامر كان تنظيم ازاي المالك ياخد ارضه ويشرد الفلاح. نتج عنها 905 الف فلاح شردوا منهم عبد النبي ده. تمام دي بدايه المشاكل. نتج عنها مشكله تراكميه اللي هي المالك بقى ياخد هو الحيز وياخد السماد ومستلزمات الانتاج من الجمعيه وما يديهاش للفلاح اللي بيزرع بيبيعها في السوق السوداء.
ادي مشكله بدايه الاسمده. من شويه الاخوان اللي كانوا معانا قالوا على مشكله الكهرباء وارتفاع سعر الكهرباء وطلبوا ان حضرتك تتكلم فيها. وانا هتكلم فيها. احنا عندنا من برضو ما هنا اصل في لبس في لان لما قلت لحضرتك ان الفلاح هو المكون الاساسي للشعب المصري انا ما اخطاتش، لان صحيح هو مضار. الكهرباء لما كانوا بيدوا على الفدان 70 جنيه كان البدايه خالص 70 جنيه، النهارده وصل ل 10,000 جنيه. لما يدينا يحاسب الفلاح ابو نص فدان او ابو فدان او ابو خمسه الكهرباء ب 10,000 جنيه اجمالي السنه، ويحاسب صاحب مصانع سوبر فوسفات اللي هو اخو الجبلي بيه ويديله كهرباء مدعمه وغاز مدعم علشان يطلع اسمده وما يوردش حصه الحكومه، يبقى انت بتموت الفلاح. الفلاح كده بيموت. دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان مفيش آلية لتسويق الحصادات الزراعية. كان زمان بنجمع القطن ونروح نستلم الاكياس ونعبي القطن في الاكياس ونسلمها للمجمع. يجي الفراز يفرز تالت يوم يجي لي مندوب البنك جايب كشف الحساب، انت خدت سلف كذا 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 وردت قطن، خدت سلف ب 500 جنيه وردت ب 1000 جنيه يبقى بقى لك 500 جنيه، ما عادش ما كانش علينا ديون للبنك. لان في محاصيل تحتم على الدوله انها هي اللي تسوقها زي القطن. انا لو زرع قراطين كوسه وانا من الشرقيه ممكن اخلي مراتي تشيل القراطين الكوسه وتجيبهم هنا ارض اللواء ولا في المعادي ولا في اي مكان تبيعهم، انما هل ممكن اديها كيس قطن تبيعه؟ لا. فكان لابد من ايجاد اليه لتسويق الحصادات الزراعيه. زد على ذلك نمره ثلاثه المراوي. المراوي انا عندي مراوي عموميه. الترعه الكبيره بيتفرع منها ترعه فرعيه، عند الترعه الفرعيه اللي بتنوي 1000 فدان او 500 فدان او 2000 فدان مكتوب على الري ايه؟ مسكه مياه خصوصيه. مين اللي بيطهرها؟ الري ما يطهرهاش. التعاون اللي طهرها. يجي رئيس مجلس اداره الجمعيه يتفق مع بتاع الكراك هعمل لك محضر مجلس اداره وهتديني كام وتعالى يومين ظهرات كده زي ترعه ام الفيران. وانا من الشرقيه وبكلمك على ترعه ام الفيران لان انا مسؤول امام الله عن فلاحين مصر. طلعت ام الفيران بتطلع من قليوب مره ب 100 نمى لغايه قريه بلقص، بقى لها ثلاث سنين ما نزلت لهاش نقطه ميه. ما نزلت لهاش نقطه ميه. لما نيجي نتكلم يقولوا دي ترعه خاصه. يعني ايه ترعه خاصه؟ ده بتنوي 2000 فدان. ديت لازم نضم المراوي دي لوزير الري، وانا بعت له مذكره وكلمت الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعه فيها وعمل مذكره من عنده. لان دي ما برضو من اسبابها ايه؟ عدم وصول الميه. ان مصر كلها بتاكل غذاء مسرطن. لان بروي بميه الصرف الصحي. انت بتعترف بده؟ انا بعترف. بروي لما بروي ارض بالصرف الصحي هينتج عنها ايه؟ غذاء صحي؟ لا طبعا. غذاء امن؟ لا بس الكلام ده لما يطلع من نقيب الفلاحين ويقول ان الاكل بتاعنا مسرطن هو يعترف بده، ده كلام خطير. انا بكلمك وعندي استعداد. ومين المسؤول؟ المسؤول مين؟ ها؟ انا طالبت قبل كده وزير الري يضم المرسائي ديت لجنه تتطهر، يطهرها وزاره الري ويعين غفير عليها لاجل ما فيش تعديات تحصل عليها لاجل الماء توصل لنهايه المراوي. ما في ولا حياه لمن تنادي، كلوا ما تشاء ونحن نفعل ما نشاء. لولا انني دخلت الدكتور عادل البلتاجي، وعلى فكره اول مره قابله وكان يوم السبت اللي فات. وقابلته والراجل رحب وخدها في مذكراته وعملوا مذكره، رغم ان انا رحت لوزير الري قال لي بعتها لي في مذكره بعتها له، بقى لنا 15 يوم ولا حياه. يعني كل المحاصيل الزراعيه والفواكه اللي احنا بناكلها دي مسقيه من مي صرف صحي. 90% بتشرب من مي من صرف صحي. وبقول لك اهو يا نهار اسود، لان نهايه الميه ما بتوصلش. نهايه المراوي على سبيل المثال ترعه ام الفيران بقى لها ثلاث سنين ما نزلتهاش غير الفيران، هي اسم ام الفيران، ولانها سموها لان الفيران بترعى فيها ببلاش، ما فيهاش تمشي فيها، ما فيهاش مي. ما هديت من مشاكل الفلاح. والحكومه عارفه الكلام ده وعارفين الكلام ده. نمره ثلاثه. تفتكر بقى الحكومه بتاكل زينا نفس الاكل ده ولا ليها اكل ثاني؟ اعتقد ما بياكلوش من الاكل بتاعنا. طيب نطلع لفاصل بقى ونرجع نواصل حوارنا، لان واضح ان الموضوع يبدو بابعاد اخرى خطيره جدا لما نقيب الفلاحين يقول لنا ان 90% من المحاصيل الزراعيه اللي بناكلها مرويه بميه صرف صحي. ده كلام خطير جدا جدا بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم مره تانية بعد هذا الفاصل. وزي ما قلت قبل الفاصل السيد نقيب الفلاحين قال كلام خطير. نقيب الفلاحين النهارده يعني رمى الكره في ملعب الحكومه، بيقول 90% من المحصولات الزراعيه اللي الشعب المصري بياكلها والفاكهه مرويه بميه صرف صحي، ودي كلها تسبب اخطار جسيمه. لما يكون نقيب الفلاحين بيقول كده يبقى مين المسؤول يا سياده النقيب؟ المسؤول انا عندي غذائين اتنين، وبتقول الحكومه ما بتاكلش من نفس الاكل. لا ما بياكلوش، لان بياكلوا من مزارع دينا، من الشركات اللي معاهم فلوس. الفلاح اللي مش لاقي مشكله الاسمده، طن الاسمده عندي بحث من الدكتور احمد الطيب استاذ الاقتصاد الزراعي في مركز البحوث الزراعيه، بيقول ان طن الاسمده ب 750 جنيه بيوصل لابن ابن المحضيه ب 75 جنيه ابن المحضيه، انما ابن المنفيه ياخده 150 ل 300 جنيه شكاره. والفدان على سبيل المثال في زراعات الصيفي، الفدان له 6 شكاير، صرفوا لنا شكارتين اتنين، والاربعه راحوا فين؟ الله اعلم. لما انا ابنك لما يبقى جعان، الزرع ده ابني، الزرع بتاعي اغلى من ابني. لما يبقى الزرع جعان وعايز سماد وانا مش لاقي اسمده، بروح اضطر ان انا اشتري اسمده من اللي مرميه في السوق اللي منتجه مانيش عارفها جايه من مهربه من اسرائيل ولا جايه ايه، كلها هرمون، بس برش بها زرعي او بحطها على. وما دي كانت قضيه رئيس وزير الزراعه الاسبق يوسف وائل، مش دي نفس القضيه نفس المشكله؟ وهل القران قال ايه؟ انا جاي دلوقتي من لحضرتك من الزقازيق، السواق وجايب ان جاي قابل عمرو بن ليثي، فمن فرحتي جبت عربيه مخصوص، السواق كسر الاشاره. ضابط المرور يحاسب السواق ولا حاسب الراكب؟ السواق. السواق النظام هتحاسبوني على ما فعل النظام فينا؟ هتحاسبونا على ما فعل النظام فينا؟ حاسبوا الأنظمة، حاسبوا الأنظمة. كل اللي بطلبه حاسبة الأنظمة. زيد على ذلك يجي شركة دينا عنده فلوس بيجيب أسمدة وعناصر كبرى وعناصر صغرى ويصدر بره ويورد للوزارات، لأن أنا لما أحب أشرب فنجان قهوة مظبوط قوي قوي أخش أي وزارة عند الوزير أشربه فنجان قهوة مظبوط. ليه؟ لأن جاي له متنقي، جاي له متنقي. نروح رئاسة الجمهورية نشرب الشاي ولا القهوة مظبوطين، لأنه مش هيقدر يغش المؤسسة السيادية. إنما نيجي هنا إحنا شلنا الطين خلاص، الفلاح شال الطين، الفلاح شال الطين. نيجي لتانية مشكلة تالتة، نيجي لعودة الإرشاد الزراعي. أنا عايز الإرشاد الزراعي يرجع تاني. كنت طب خليني هروح بس لعطيه بيسلم رئيس مجلس اداره البنك للتنميه والائتمان الزراعي عشان هنتكلم في نفس المشكله. طبعا حضرتك اكيد يعني استمعت الكلام اللي قيل واستمعت الاخرين، اكيد عايز ردك على اتهام الفلاحين البنك بان البنك بيحصل على فائده تتراوح من 27 الى 33%، وطبعا دي نسب عاليه جدا. الاتهام الثاني ان الفلاح بيوقع على عقد بيع الارض بتاعته مقابل هذه القروض اللي هي لا تتجاوز احيانا 10,000 جنيه وممكن تكون 1000 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سعيد بالبرنامج وسعيد بزمايلي الموجودين وسعيد بحضرتك. شكرا. اساسا شكرا. الحقيقه بص برضو انا عاوز اكون سعر الفايده برضو، بس عشان نتكلم بمنتهى الصراحه والوضوح، المزارع المصري بيتمتع بسعر فايده مدعم 5% والدوله بتتحمل الفرق بالنسبه للبنك من 12%. القروض قروض زراعيه في السعوديه ولا 5% ثابته؟ انا هقول لحضرتك قروض الزراعيه 5% ومصاريف اداريه 1%. وانا كنت اول ما جيت اخذت قرار ان ال 1% دي بتنخفض لنص في الميه في حاله السداد والتزام في مواعيد الاستحقاق. تمام. بالنسبه للقروض الاخرى اللي هي وفقا لبرامج بتختلف وبتتراوح من يعني مثلا البرامج القصيرة الأجل 7.5%، متوسطة الأجل 8.5%، طويلة الأجل 9.5%، الخدمات البيطرية 6.5%، متوسطة الأجل 7.5%، طويلة الأجل 8.5%، قروض الصندوق الاجتماعي 10% وبدون مصاريف إدارية، قروض البتيلو بتاعت وزارة الزراعة بتبقى 7% بدون مصاريف إدارية. القروض بتاعة البنك للمشروعات الاستثمارية اللي بتبقى بتمويل ذاتي بين البنك بتبقى قصيرة الأجل 14
5.5%، متوسطة الأجل 15.5%. حاجة برضو اللي عاوز أقول إن الفلاح المصري، المزارع المصري اللي هو على رأسنا من فوق، بيتمتع بميزة أخرى، وهي ميزة إن هذه الفايدة حضرتك تعلم فايدة بسيطة وليست مركبة، وبالتالي فالمزارع المصري مزارع بيتميز من ناحية التمويل بالتمويل المدعم من الدولة، ثم بيتميز بأنها فايدة بسيطة. طيب لما الكلام ده موجود ليه حصلت المديونيات اللي موجودة على إخواننا المزارعين؟ المديونيات اللي حصلت على إخواننا المزارعين دي سببها هو حاجة اسمها نظام التدوير في البنك، إن بالنسبة للنشاط الزراعي أو القروض الزراعية، إن أخونا المزارع بيجي بياخد على نظام المزارعة، لما بيجي المعاد بتاع الاستحقاق بيقوم بيرايح أحيانا يسدد الفايدة وأحيانا ما يسددهاش، يقوم يدور له القرض تاني لمدة أخرى فبيعلي عليها الفايدة اللي هي كان مفروض إن هو يعمل. وفي نفس الوقت، وده اللي أنا بعتبره كان خطأ البنك، بص حضرتك هي معادلة، المعادلة طرفين المزارع والبنك. البنك كان برضو من ضمن القصور اللي موجود إنه ما كانش بيتابع المزارع في إنه أولا يديله احتياجاته، وإنه يتابع إن القرض بينفق في الغرض اللي من أجله أخده، ثم عملية المتابعة في عملية سداد القرض. فنشأت من هنا، ودي كانت في الفترات القديمة. الحتة اللي حضرتك بتقولها بتاعة الضمانات كانت بيتاخد الحاجات دي، ما زالت لغاية دلوقتي؟ لا دي لحد دلوقتي، يعني أنا كان معايا بعض الفلاحين بيقولوا لي عشان ياخد قرض 1500 جنيه 2000 جنيه بيمدوا على ورقة إن هو يعني بيع الأرض. لا لا لا, لا. حول حضرتك على حد اللي اتقال 10 شيكات ممكن حضرتك يجي للست بتاعت المحل الماضي عليها يا باشا. انت جيت عطيه عطيه بيه سالم، جه راجل نظيف احنا نعرفه الحمد لله من ايام كان البنك الاهلي، جه ورث تركه تقيله. كان في النظام السابق بيحصل الكلام ده، كنت ان شاء الله اكون اخد، كانت النظام ماشي ازاي انا اشرحه لك لان انا فلاح قراري. كنت لازم ادفع 500 جنيه افتح بهم حساب جاري في البنك، يدوني اروح اجيب دفتر شيكات على حسابي، اجيب حبل المشنقه بتاعتي على حسابي، ودفتر اصرارات امانه على حسابي، ويعمل توكيل، اعمل توكيل له للتصرف في كل شيء على حسابي، واعمل له عقد بالارض على حسابي، وعرض عقد بيع. بس هسالك سؤال يا حاج محمد، يا واحده انا كنت بتكلم مع حضرتك دلوقتي، انا في يوم من الايام انا خريج التعاون الزراعي، انت عارف كل حاجه، يعني عارف كل حاجه، خمسه جمعيات وسبع جمعيات. بس هسال حضرتك سؤال واحد حاج محمد، هسال حضرتك سؤال واحد، احنا اي قرض لا انا برضو ما هو انا عاوز اقول على حضرتك حاجه، احنا اتفقنا مبدئيا لما جينا نتكلم مع كل المزارعين ان احنا يا جماعه في خطا، وهذا الخطا ما بيش هيستمر، زي مثلا الاجراءات القانونيه و زي ما جينا وعملنا علاجات، وانا قعدت مع اخواني ومع الحاج محمد ومع الزملاء كلهم في النقابات علشان لازم نحل. انا طريقتي الدائمه باخد خط واقول ايه خلاص، لكن احنا عاوزين النهارده نحل، عندنا مشكله متعسر، عندنا 258 الف متعسر بالظبط بكام؟ ب 4 مليار جنيه، ب 4 مليار جنيه كويس كده، عندنا بس ال 10000 فاقل 179 ألف عميل. النهاردة أنا يهمني حاجة مهمة جدا، إن مفيش مزارع يخش السجن. ده هدف عندك، ده شيء محترم. أولا لازم يحصل تسوية. أقول حضرتك حاجة، أنا كبنك مستفيد لأن أنا عندي 4 مليار جنيه متعطلين. أنا الأربعة مليار دول لابد إن أنا أجيبهم أو أجيب الجزء الأكبر منهم، لأن القرض لما بيتاخد مفروض يرجع للبنك لان دي اموال مدعين. هو مين هيرجعها؟ الفلاح. ما عشان كده حبس الفلاح مش مفيد لحضرتك. الله ينور على حضرتك. الميزه اللي موجوده عند المزارعين، الحاج محمد هو بيقود الحاجات دي، حاجه واحده انه بيقول ايه؟ ان هذه اموال مدعين، واموال المدعين ما عندناش استعداد ناخد. انا استلفت من عمرو بيه 10 جنيه، ما عنديش استعداد اكل ال 10 جنيه.
احنا مستعدين نسدد، وفلاحين مصر كلها مستعده تسدد اصل الدين. اصل الدين مش الفوائد بقى. نيجي دلوقتي المشكله اللي بينه. هو ليه بيتكلم في اصل الدين؟ يعني اسمح لي انا برضو ادخل، انا فهمت الموضوع، اسمح لي اخش معاك في الموضوع. دلوقتي في فلاحين متعثرين، في فلاحين عندهم مشاكل، في فلاحين الارض ما جابتش، وانا مسؤول احلها. في فلاحين القرض بتاعهم كان 1500 جنيه وصل ل 50000، وانا مسؤول احلها. فاللي عايز اقوله للحاج محمد، وانا اتفق معاه تماما، ان في ناس ظروف القاهره هي اللي منعتهم من السداد. يعني مش. واحد اصبح دلوقتي انه بيختبئ في الدره زي ما بيقولوا، عشان كده انا عملت ايه يا فندم؟ يبقى لازم نوصل لحل برضه بالظبط كده، يعني اللي هو نحط فيه التعثر بالزبط. كنسبه من الموضوع. وهو ده، وهم الحقيقه، واعتقد ده يعني يبسطه. اولا خلينا نتكلم في حاجه، المبدا اللي عندي وهو ان مفيش هيخش حد يخش السجن. طيب احنا عندنا مشكله، اعتبر ده مبدا، ده مبدا يعني، وانا عارفين ده على الهوا، ده قرار على الهوا. انا بعتبره مع احترامي، انت تعلم ان انا برجع يا حاج محمد، اخويا عطيه سالم. ده كلام، ده كلام كويس. مع احترامي، انت تعلم ان انا سالم رئيس البنك اللي هو. اذا خبر مهم، خبر مهم. السيد رئيس مجلس اداره بنك الائتمان والتنميه الزراعيه صرح اليوم لبرنامج بوضوح، وصرح لي في حضور نقيب الفلاحين، انه لن يحبس فلاح في مصر مهما كان دينه عشان خاطر الدين اللي عليه. مظبوط الكلام ده؟ اول رئيس بنك اقابله من ايام علي شاكر وعلي خضر والناس دي كلها، وانا بشتغل معاهم، لقيتك متفهم الحمد لله. بس التركه تقيله على ماله، هنحلها. ده كلام مهم. شوف انا بكلمك جزء التعصب بقى تعمل فيه، اقول لحضرتك عليه. لا انا بس عاوز في حته القانون دي ثلاث حاجات يا فندم. اتفضل. الحاجه الاولانيه، في احنا جينا في يناير وقلنا ايه؟ ما فيش تحريك لاي اجراءات قانونيه ضد المزارعين، لم تنفذ الا في شهر 4. استنى يا حاج محمد، يوم ما قابلنا حاج محمد استشار عدلي منصور، استناني بس، استناني حاج محمد كمل كلام. والله كمل كلام، بس هو خلي بالك مفوض شاك يعني. انا معلش برضو احنا برضو يعني هو عارف. اللي يهمني ايه؟ اللي ما كانش اتاخد ضده اجراءات قلنا ما فيش تحريك. طب في ناس اتاخدت ضدهم الاجراءات ولم يتم الحكم فيها، تمام. وفي تالت اتاخدت اجراءات واتحكم وصدر حكم، وجزء منهم اتحبس وجزء ما اتحبس. أربعة. طيب اللي ما صدرش، هنعمل ايه اخر اتنين؟ اخر اتنين اهم عندي. آه. اللي هو ما منظوره، بعتنا جوابات لوزاره العدل وقلنا لهم من فضلكم ما تنظروش هذه القضايا لحين لنهايه السنه لحد ما نسوي مع الناس. في مكمل انا عملته امبارح والنهارده، ان انا قلت ايه الكلام ده من شهر 4، بس انا اكتشفت حاجه وقالوا لي عليها، ان ما زالت في قضايا بتنظر قديمه من فترات طويله وما زالت بتنظر. فانا اخذت على عاتقي وقلت حاجه، كتبت امبارح جوابات برضو لوزاره العدل، وقلت لهم ارجوكم جميع القضايا اللي ما زالت بتنظر سواء جديدة أو قديمة نرجو أن يتم. طب اللي اتحكم فيها بقى؟ اللي اتحكم فيها بقى اللي محبوس قلنا الآتي، وأصدرنا قرار بهذا، وقلنا إيه؟ إن الوكيل بتاعه بيتقدم بيدفع 10%، بديله مصالحة، بيروح للجهة القضائية وبيتم الإفراج عنه. ممتاز. مباشرة. ممتاز. طيب اللي هربان برضو يبعت الوكيل بتاعه عشان ما يخافش إنه يجي يتقبض عليه، هيدفع 10% و ياخد مصالحة ويخرج وما يبقاش عليه حاجة. تعالوا بقى اقعدوا، تعالوا نتكلم، الفلوس دي عاوزين تعملوا فيها ايه؟ عاوزين تجدولوها؟ عاوزين تسددوها؟ احنا تحت امركم ونعملها. اللي بيسبق الكلام ده، طب الناس اللي هي لا ما عليهاش الكلام ده ومش محبوسين، قلنا اتي اللي يسدد اصل الدين انا بعفيه من حد ادنى 50% من الفوائد لحد 90%. وقلت حاجة أكتر من كده، اللي أصل 50% ل 90%. حاجة جميلة جدا. حلوة ماشي. كلام محترم جدا. حلوة ماشي. أنا قلت أكتر من كده. قلت حتى أصل الدين اللي هو مفروض يسددوه لي النهاردة فورا عشان أطبق عليه كده، وهو معهوش النهاردة المبلغ أصل الدين، أنا بديله فترة من 3 اشهر ل 6 اشهر يدبر فيها اصل الدين ويجي يدفعه، وانا بعد ربنا هنطبق عليه ان احنا نعفيه من 50 الى 90% من الدين.
هذه واحدة. حاجة تانية قلنا بالنسبة للإجراءات قلناها. طب بالنسبة للناس اللي متوفين والضامن بتاعه ابنه أو زوجته وبيتم اتخاذ إجراءات ضده، قلنا الآتي برضو فورا 10%، ولو في إجراءات يتم إيقافها ويتعمل برنامج للسد. وأنا بقول على حاجة تانية وبننفذها برضو، إن إحنا بنقول إيه اللي بيجي يعمل برنامج الجدول ده من 3 لـ5 سنين، وبنقول له إيه الفايدة على جنب، إذا التزمت في السداد بتاعك الفوائد دي هننظر فيها ونحاول نخفضها لك. مطلوب من البنك حاجة أكتر كده؟ لا بندم. عايز حاجة من البنك تاني؟ عايز حاجة مني تاني؟ جملة أخيرة بقى. جملة أخيرة. هو خلص الحلقة على فكرة. هو جملة أخيرة. أنت بأوضاعك دي فاضل حاجة واحدة. أمرني وأنا تحت أمرك. أولا الفلاح لعدم توافر مقومات الإنتاج كلها له ابتدى يتدهور. من عوامل سابقه زي انفلونزا الطيور والخنازير والحمير قتلوا لنا الفراخ. انا عايز احط ايدي في ايدك كنقابه وانت كبنك، وحول القريه المصريه من قريه مستهلكه ومستهلكه لقريه منتجه. تقول لي ازاي؟ اقول لك. نيجي للست اللي قاعده في البيت، انت ما فين يا اخت فراخك؟ ده تموتوهم لنا الصحة والبطري والمجلس المدينة بتاعت بند انفلونزا الطيور والانفلونزا الحمير. احنا نديها قرض عيني مش نقدي، نجيب لها فراخ، نجيب لها خروفين. ما بتخبزيش ليه؟ نعالج مشاكل. لا بس انا بسأل سؤال فيما قال فيما يخص المتعثرين، كلام ده كده كلام ده حلو قوي. انت كنقيب، انتوا كفلاحين راضيين هذا كلام؟ والله انا حضرتك عاوزين برضو نظره من الحكومه بالنسبه للفلاحين، لان الاربع سنين دول من 2011 لحد 2014 لا ده في مشكله ثانيه. انا سنوات خلص، سنوات خلص، مشكله كتيره بالنسبه للفلاحين، مفيش تسويق، فده اللي دهور الفلاحين برضو بالنسبه للبنوك، لان الفلاحين بتزرع ما تلاقيش. انا هقول على حضرتك على حاجه، لا في نقطه انا اتفقت عند حضرتك انت، في نقطه عند حضرتك انا هقولها. نتج عن القضايا بتاعتك ابن الفلاح ما بيخشش الكليه الحربيه، ابن الفلاح ما بيخشش الشرطه، ابن الفلاح ما بيخشش النيابه، لان اصبح ابوه ارباب سوابق. حاج محمد لا 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 راجل، طيب راجل ابن ابنه كان ضامن. طيب مش عارف يخش. اتفضل اتفضل يا حاج. في ايه؟ احنا عاوزين نقول حاجتين بس في عجاله. الله يخليك. في عجاله جدا. لو انت تتذكر اليومين دول معالي وزير الزراعه الدكتور عادل البلتاجي، وهو قيمه وقامه، صح، عمل قوانين ومشروعات قوانين، وانا عضو في هذه اللجنه وكاتب رئاسه الدكتور نصار، على اساس التامين الصحي، على اساس القانون للزراعه، على اساس قوانين الاتحاد التعاوني، كل ده في صالح. انا هكمل كلام. الحاجة اللي أنا بتكلمها دلوقتي بخصوص التمويل المرأة المعيلة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنا كون لجنة ونتعاون في هذا. حاجة الأخيرة وهي بالنسبة لمشروعات التسويق، أنا اتكلمت مع معالي وزير الزراعة في أن احنا محتاجين نعمل على وجه السرعة شركة مع القوات المسلحة، مع أي مكان، نعمل شركة لتسويق المحاصيل المزارعين، علشان نسيب المزارع يعمل حاجة واحدة، يزرع. نوفر له إرشاد، نوفر له تقاوي جيدة، نوفر له أسمدة، ده كلام نوفر كل عاوز. كلام محترم. ماشي. وبحييك أنت وزير الزراعة. وأنا بشكركم. أنا وقت خلص، أنا آسف جدا. وقت خلص والله، أنا آسف. عايش. طالب تأمين اجتماع على الفلاح. هو أنا لسه بقول. هو والله. لسه بقول. لسه بقول. وهنعمل أكيد هيكون في لقاءات أخرى عشان نكمل هذا الملف إن شاء الله. بشكر جدا حضراتكم، شكرا جزيلا. دي حلقتنا النهاردة كانت عن الفلاح المصري، مشاكله وهمومه. يا رب يكون وصلنا إلى حل مشكلة الفلاح، لكن يبقى تصريح نقيب الفلاحين مرة تانية، لازم رد من الحكومة عليه. 90% من المحاصيل الزراعية بتروى بالصرف الصحي مما يمثل خطورة على صحة المصريين. هذا الموضوع محتاجين رد وتعقيب سريع جدا من الحكومة عليه، أو حل، لأنه واضح أن الكلام ده له أساس. أسبوع على خير.